دلوقتي خلونا نعرف أخبار الطقس بالتفصيل مع زميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك مصطفى. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. الطقس لسه مكمل في شدته، هيكون رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشماليه، لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشماليه ومائل للحراره على باقي الانحاء، وفي ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقع بحوالي 2 لـ4 درجات. في كمان نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالليل. تفاصيل أكتر عن أخبار الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الجو النهارده، وخصوصا ارتفاع نسبه الرطوبه طبعا بيدينا الاحساس اكتر بحراره الجو. بالفعل يمكن احنا بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره وارتفاعات في نسب الرطوبه من بدايه هذا الاسبوع، وده متوقع يكمل معانا اليوم. ارتفاع في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 36 درجه مئويه، مع طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه لان احنا بنأثر قادمة من البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة، وارتفاع نسب الرطوبة هيزود احساسنا اكثر في ارتفاع درجات الحرارة، يمكن زودها بحوالي 4 درجات، يعني ممكن نحس درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى توصل 39 و40 درجة مئوية. في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، العوامل دي كلها تؤدي لمزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وإحساسنا بالطقس شديد الحرارة الرطب خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. المناطق المطلة على البحر المتوسط بتكون أقل بدرجات حرارتها من المناطق الداخلية، لكن طبعا بيكون فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، فالأجواء عليها بتكون أجواء حرة رطبة فترة النهار. فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح نسب الرطوبة بتبقى أعلى، لأن طبعا عظمة الرطوبة بتكون خلال فترات الليل واللي بتتجاوز فيها 95% على المناطق الساحلية، 85% على القاهرة الكبرى، فخلال فترات الليل بنحس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا نتعرف مع حضراتكم دلوقتي على درجات الحرارة متوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، اسكندرية 33، 26، مطروح 31، 24، سيوة 39، 22، بورسعيد 33، 25، دمياط 32، 25، الإسماعيلية 37، 24، السويس 36، 24، العريش 34، 24، طابة 36، 26، كاترين 32، 19، شرم الشيخ 38، 29، الغردقة 38، 28، الفيوم 38، 25، بني سويف 38، 25، المنيا 39، 25، أسيوط 39، 24، سوهاج 39، 27، قنا 41، 27، الأقصر 42، 27، أسوان 42، 29، وادي الجديد 42، 25، شلاتين 39، 27، وأخيرا حلايب 36، 28. حبينا نطمن حضراتكم على حالة الجو خلال الفترة دي، وده خاصة متعرف عليه في شهر أغسطس إن نسبة الرطوبة بتكون مرتفعة. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.